كتابة فقرة التنظيم. بابا، ماما، لن تصدقا ما حدث لي اليوم. كان يوماً سعيداً جداً. اهدئي يا زينة واحكي لنا بالتفصيل عن يومك. سأحكي لكما، ولكن لابد من أن أكتب كل التفاصيل كي لا أنساها. لقد قابلت المعلمة وطلبت مني أن أكتب فقرة عن يومي هذا. جميل جداً، وماذا سيكون العنوان؟ يوم سعيد. ترى ماذا حدث في يومك السعيد هذا؟ فزت بالمركز الثاني في المسابقة، وكنت قد تدربت قبلها في المسبح، وقبلها ذهبت مع صديقتي إلى النادي ورأيت المعلمة بعد أن فزت. زينة حبيبتي، أنت لا تسردين الموضوع بأفكار منظمة. أمك معها حق يا زينة، عندما تكتبين الموضوع يجب أن تكون الأفكار فيه منظمة بحسب ترتيبها الزمني. كيف؟ ماذا أفعل؟ بعد العنوان ابدأي بجملة الفكرة الرئيسية، أعني الموضوع الذي ستتحدث عنه الفقرة. سأكتب: لقد كان يومي سعيداً جداً. والآن أضيفي التفاصيل الداعمة لفكرتك، يعني ماذا حدث في هذا اليوم؟ ولا تنسي ترتيب الأفكار. استيقظت صباحاً بكامل نشاطي، وذهبت قبل المسابقة إلى تدريب السباحة مع صديقتي. حصلت على المركز الثاني في مسابقة السباحة، وبعد أن تسلمنا الميداليات ذهبنا لتناول الغداء. ضحكنا كثيراً ولعبنا بالدراجات، ثم التقينا معلمتي وطلبت مني أن أكتب عن يومي السعيد هذا. يبدو أنه كان يوماً سعيداً فعلاً. تنقصك الجملة الختامية لتنهي بها الفقرة. في نهاية اليوم عدت إلى البيت متعبة جداً، ولكن سعيدة جداً بيومي الجميل. والآن دعينا نرى ماذا كتبت من البداية. يوم سعيد. لقد كان يومي سعيداً جداً. استيقظت صباحاً بكامل نشاطي، وذهبت قبل المسابقة إلى تدريب السباحة مع صديقتي. حصلت على المركز الثاني في مسابقة السباحة، وبعد أن تسلمنا الميداليات ذهبنا لتناول الغداء. ضحكنا كثيراً ولعبنا بالدراجات، ثم التقينا معلمتي وطلبت مني أن أكتب عن يومي السعيد هذا. في نهاية اليوم عدت إلى البيت متعبة جداً، ولكن سعيدة جداً بيومي الجميل. وأنا سعيد جداً أنك استطعت تنظيم كتابة الفقرة بهذا الشكل الممتاز. شكراً لك يا أبي، لقد صرت ماهرة في هذا الأمر إلى درجة أنني أريد تنظيم فقرة عن كيفية تنظيم الفقرة. كتابة فقرة التنظيم. لتكتب فقرة تحتاج إلى تنظيمها في ثلاثة أجزاء: البداية والوسط والنهاية. في البداية الفكرة يوم سعيد. في البداية تكون الجملة الرئيسة وفيها موضوع الفقرة. الجملة الرئيسة: اليوم كان أجمل يوم في حياتي. في الوسط تأتي التفاصيل الداعمة للفكرة الرئيسة. التفاصيل: حصلت على المركز الثاني في مسابقة السباحة، تناولت الغداء مع صديقة المقربة، ركبنا بعدها الدراجات. في النهاية تأتي الجملة الخاتمة التي تؤكد الفكرة الرئيسة. الجملة الخاتمة: بالرغم من أن يومي كان متعباً، إلا أنه كان يوماً سعيداً جداً. البداية، الوسط، النهاية.